مرحبا، يعطيك العافية. معكم حمزة من بيت العلم التعليم الدولي ومجموعة الأقسام الدولية، مادة السلوك التنظيمي، محاضرة رقم 2. طيب هلا بنحكي اليوم عن العولمة وأثرها على السلوك، على السلوك التنظيمي. أول شيء لنعرف إيش هي العولمة. مين منكم بيعرف إيش هي العولمة؟ العولمة globalization، يعني إنه يصيروا الأسواق عالمية، مو إنه منحصرة بالبلد يمكن اللي قاعدين فيه. كمان بس هو فيك تقول العولمة إنه نوعا ما تصير العالم كله كقرية، ممكن توصل للي بدك إياه بسهولة وموفر كل شيء حواليك. كمان كمان شباب صبايا، شباب صبايا، مين عنده آراء؟ طيب هلا التعريفين اللي عرفتوهم صحيحين 100%. هلا زمان، ما قبل الإنترنت، ما قبل الإنترنت كانت الدول، خلينا نحكي، ثقافيا بعيدة عن بعض. طبعا الثقافة متعلقة بكل شيء بالحياة، بكل سلوكيات الحياة، سلوكيات العمل، طبيعة العمل، طبيعة الشعوب، سلوكها الغذائي، سلوك اللبس، سلوكها بالنظافة، بالجلوس، بكل شيء، بالتجارة، كل شيء اسمه سلوك هو جزء من الثقافة. الثقافات كانت متباعدة، فكان مثلا لما يجي حدا من السفر بالتسعينات والثمانينات كنا نسأله ايش في هناك؟ ايش شفت اشي غريب؟ يجي يحكي لك واحد اثنين ثلاث اربعة بيعملوا كذا، بيقوموا كذا، بياكلوا كذا، بيتحركوا كذا، لبسهم هيك، عندهم اشي منيح، اشي مو منيح، الى اخره تفاصيل. اوكي، او اذا حدا طلع شغل على مكان ثاني، على دولة ثانية كمان، ببلش يعطينا ايجابيات وسلبيات عن هاي الشركات اللي موجودة بدول اخرى. هلا ما بعد عام، خلينا نحكي ال 94 95، خلينا نحكي، بلش الانترنت. اوكي، فعليا انت بلشت انك تعرف هذه الاشياء عبر الانترنت. ما في داعي حدا يسافر حتى يحكي لك تجربة، تمام؟ او بلش الانفتاح الدول على بعض، بلشت انفتاح الدول على بعض. طبعا هذا انفتاح الدول على بعض وثقافتها كمان، انه في مجالات، بكل المجالات، بالكيمياء وبالفيزياء وبالرياضيات وبالإدارة وبكل شيء، بلشوا يتعرفوا على سلوكيات وطبيعة العلم هذا عند الدول الأخرى. فأصبحت تبحث عن الإنترنت مثلا عن السلوك التنظيمي، أو كيف الإدارة بتتم بالشركات، أو ثقافة الإدارة بالشركات بفرنسا، كيف بتتم في بنغلاديش، كيف بتتم بكذا. أوكي، فصار سهل إنك تتعرف عليها خلال فترة بسيطة لا تتجاوز دقيقة. هلا قبل هيك، ما قبل التسعينات، المعلومة هذه أنت كنت حتى توصل لها كان لازمك حدا جاي من هناك، كان عايش هناك وعارف هذه التفاصيل ومختلط فيها، مثلا بالإدارة، مشتغل هناك حتى يحكي لك عن الإدارة في اليابان. وهذا إذا صادفته أنت بالحياة، واحد جاي من اليابان، إذا صادفت بالحياة. فتخيلوا الإنترنت إيش عمل بحياتنا. هلا بالشركات نفس الشيء، أنا صرت بدي أصدر ثقافتي بمنتجاتي بكل شيء للدول الأخرى، صار عندي الدول تتنافس بالغزو الثقافي. كيف لما نحكي بعام 2003، 2004 و2005، يعني خلينا نحكي من عام 2004 ل 2010،
كيف تم غزو الثقافي مثلا للمسلسلات التركية على الدول العربية؟ لأنه الناس كانت تبحث على النت تشوف، تحاول توصل لمعلومات عن تركيا كوجهة، وبلشوا يتأثروا فيها وبلش في اهتمام، فأصبحت التلفزيونات ردة فعل إنهم ياخذوا هاي المسلسلات ويترجموها أو يدبلجوها ويقدموها للناس المهتمين. بلشت الناس تهتم بهاي الثقافة. فبالإدارة عندنا نفس الشيء، عندي شركات بلشت تحاول إنه تفتح فروع في دول أخرى، لأنه صار عندي سهل إني أوصل مثلا قتيبة، مثلا عامل شركة هون بتركيا بده يفتح فرع في السعودية، أصبح عنده سهل جدا إنه يوصل لمعلومة عن كيف يأسس شركة في السعودية وإيش هي الشروط وإلى آخره، كل التفاصيل هذه كان ما حدا يقدر يوصل لها. فبالتالي صارت عندي الشركات تفتح فروع بدول أخرى، صارت تصدر منتجاتها للدول الأخرى بشكل سهل، أو تستورد من الدول الأخرى مثلا منتجاتها، أو حتى عاملين. يعني في البداية مثلا تركيا كانت مو منفتحة كثير، يعني إنه العرب كانوا يجوا لهون أو الأجانب ما كانوا يجوا على تركيا كثير، يعني مش ما كان فيها سياحة كثير. فلما بلشت السياحة بلشوا ياخذوا موظفين من دول عربية ومن دول أوروبا وإلى آخره، يستقطبوهم حتى يتعلموا مثلا إذا بيعرفوا تركي حتى يقدروا يتفاهموا مع الأجانب اللي بيجوا على اسطنبول. هلا لا احكوا إنه كثير صار في أجانب باسطنبول وإلى آخره، لكن بهذيك الفترة بالبداية كانوا ياخذوا موظفين من الدول الأخرى عندهم علم باللغة التركية مثلا، وحتى يتفاهموا معهم. هلا هذه الشركات، انك انت تاخذ موظف من دوله اخرى او تشتغل انت مع شركه اجنبيه الى اخره، هذا عولمه في مجال الاداره. هلا بدنا نشوف هذه العولمه ايش اثرها على السلوك الجماعي والسلوك الفردي داخل المنظمات. اكيد، لانه انت ما بتتاثر مثلا بشكل او نوعيه الاجبان اللي بالدولة اللي أنت بتشتغل فيها، أنت كمان بتتأثر بسلوكيات الناس فبتكتسب جزء منها، أخلاقيات العمل، شروط العمل، كل التفاصيل اللي بالعمل من سلوك أنت كمان بتتأثر فيه حسب أجواء الشركة وحسب ثقافة الشركة وعاداتها وتقاليدها. كل شركة لها عادات وتقاليد، وكل دولة كمان نفس الشيء. فهلا العولمة هذه أثرت على السلوك. أول شيء لازم نتيقن أنه العولمة هي فعليا حقيقة إحنا بنعيشها، ولا يمكن أنه ننفصل عنها. ليه؟ لأنه أنت حاليا يوميا عم تفتح الموبايل، عم تفتح سناب، عم تفتح كمان انستغرام، تيك توك إلى آخره، عم بتشوف فيديوهات، عم بتشوف معلومات، كلها ترتبط بثقافات ودول أخرى غير ثقافتك، وما بتقدر إنك تتخلى عنها. هاي الحقيقة لازم نتيقن إنه إحنا عايشين في عصر العولمة وما بنقدر ننفصل عنه أبدا. طيب هلا لما يكون في عندي شركة أجنبية تعمل بداخل الدولة، عندي شركة عربية مثلا تعمل في تركيا، شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي انه هاي الشركة الأجنبية راح تجيب معها عادات، تقاليد، سلوكيات، منظومة، نظام للعمل، اوكي، راح يطبق بهذه الشركة. راح تطبق على مين؟ موظفين من هذه الدولة. هذول الموظفين راح يتأثروا بثقافة الشركة الأجنبية، بسلوكياتها، بسلوك العمل، بتفاصيل العمل راح يتأثروا فيها. فبالتالي هذا أثر من آثار العولمة على سلوك الأفراد والجماعات.
شوفوا اللي بيسافر مثلا، بيسافر مثلا بيشتغل بدول، دول بتحترم العمل والعاملين والنظام، مثلا بيسافر على فرنسا، بريطانيا، أمريكا، اليابان إلى آخره، لما يرجع بضل، يرجع بلده بضل طول الوقت هو متأثر بهذه السلوكيات، يعني بحب المواعيد الدقيقة، بكون صريح بالعمل، الأشياء، منظومة العمل اللي هو تعود عليها واشتغل فيها، وأخلاقيات العمل اللي هو اشتغل فيها تحت ظلها، بتتبقى إيش معه وبحياته، بتأثر على شخصيته، وممكن يورثها كمان للأشخاص اللي حواليه ولأولاده ويربيهم عليها. طب هذا سبب من أسباب العولمة، أو أثر من آثار العولمة على السلوك. طيب الشركات، عندي شركة داخلية تركية تشتغل مثلا بالخليج، إلها فرع بالخليج، هاي الشركة مو بس راح تأثر وتنقل ثقافة تركية لهذه الدولة بالخليج وللموظفين اللي عندهم اللي بالخليج، لا، كمان راح يستقطبوا، راح يتأثروا بأخلاقيات الخليج، بسلوكيات الخليج أو دول الخليج مثلا، بالتعامل داخل المنظمات، أوكي؟ طبعا راح يتأثروا، وكمان يستوردوا هذه السلوكيات مثل ما بيستوردوا المنتجات. فالأشياء المتوافقة معهم اللي فعلا بتفيد بالعمل راح يطبقوها، حتى لو كانت هي ثقافة دولة أخرى. عندنا كمان في شيء، انه لازم اذا بدك تشتغل، بشركة دولية او بتشتغل بدولة اخرى، لازم تكون فاهم الاتصال الثقافي بسموه، والاتصال الثقافي متعلق بثقافة اهل البلد، اهل الدولة اللي انت بتشتغل فيها، بدك تحترمها، بدك تحترمها حتى تقدر تتعامل معهم بشكل حضاري ومحترم. مثل تخيل انك انت عم تشتغل في اليابان، اوكي، ما بصير انك بكل موقف تحكي انه هذا حرام وهذا حرام بالنسبة لأكلهم، اوكي، هذا متصل بثقافتهم، على الثقافة، اذا كانت ثقافة دينية، ثقافة رياضية، ثقافة، مهما كانت نوع الثقافة اللي احنا بنحكي فيها، اوكي، لازم تفهم ثقافتهم، عاداتهم، تقاليدهم، حتى ما تتعدى عليها. لانه الانسان، من وين بيجمع المبادئ اللي عنده؟ هلا انتم بتعرفوا، احنا بنحكم على الاشياء من خلال الضمير، حكينا صح؟ صح. تمام. والضمير، شو هو؟ بس هو حصيلة التربية اللي تربى عليها هو صغير الواحد والبيئة المحيطة فيه. حصيلة التربية. طيب صحيح، الضمير احنا فاهمينه وعارفينه، لكن تعال عرف الضمير، احكي لك عرف الضمير شوي بتكون صعبة عليك. الضمير هو مجموعة من القيم اللي احنا بنكتسبها من عاداتنا وتقاليدنا وديننا، اوكي، بيشكلوا عندنا معايير للصح والخطأ بنمشي من خلالهم وبنقيم من خلالهم. هلا انا هذا الشيء عندي، الاجانب بالدول الاخرى، لما اروح اشتغل انا لازم احترمهم، لازم احترم عاداتهم وتقاليدهم، لازم احترم سلوكهم الديني. فحتى انا اقدر اعرف الصح والخطأ، اول شيء لازم يكون في عندي اتصال ثقافي، لازم افهم عاداتهم وتقاليدهم ودينهم وكل هذه التفاصيل لازم افهمها. وعلى فكرة معظم المشاكل اللي بتتم حاليا بتركيا هو بدل الفهم الثقافي لا معايير الآخرين أو الأتراك مثلا، أوكي،
نحن عم بنحاول يكون بيننا صراع ثقافي بدل اتصال ثقافي. فبتشوفوا انه الطرفين العرب والاتراك على صراع بتقييم بعض بالسلوكيات. طبعا وين بيلتقوا؟ هما ما بيلتقوا بالسوبر ماركت، من خلال العمل. هلا اللي برا هذا كله ما بنحكي عنه، بنحكي بانه خلال العمل، مثل التساهل بالمواعيد. لما انت بدك يكون في بينك وبين موظف اخر من دولة اخرى موعد عمل، لازم تعرف ايش ثقافة هذه الدولة وهذا الشعب بالمواعيد والعمل. طبعا هذا سهل انك تعرفه من خلال الانترنت، خلينا نحكي. فاحنا بدل ما يكون في بين عندنا صراع حضارات، لازم يكون عندنا اتصال وتفاهم بين الحضارات واحترام. أستاذ نعم صحيح، أنا سبحان الله أنا نوعا ما عندي تجربة شخصية بحكيك إياها. أنا حاليا شغال مع شركة تركية فيها 300 موظف كله أتراك، يعني نعم الوحيد العربي الأحرب اللي بشتغل بالشركة. ف يعني أنا أول ما دخلت كتير تفاجأت بأمور كتير، يعني من ناحية ثقافته، من ناحية فهمهم للدين، فهمهم للحياة، للصح والغلط مثل ما بتحكي أنت. فأخذت قرار أنا أصلا مش جاي لا حتى أدعيهم للدين، لا حتى أنصحهم، لا بالنهاية جماعة تربينا على هالشيء. فبتلاقي اللي عم يحكوا بحديث الشرب الله يعفي عنا والخمر والسهرات اللي ما بتصير وكذا وإلى آخره، طبيعي عندهم كثير عادي ما شوي. فلا خلص واحد رايح يشتغل مثل ما بيقولوا بغض النظر عن كل هالشيء. انت هلا ايش اللي بصير معك؟ انك لما تدخل مثلا هذه الشركه، بتشوف السلوكيات اللي عندهم الفرديه والجماعيه للموظفين. صحيح اذا كانت ايجابيه، انت تكتسبها وبتحاول تطبقها لانك شايفها ايجابيه، وراح تغير من أكيد شخصيتك شخصيتك. الاشياء السلبيه اللي بتتعارض مع قيمك، مع القيم اللي عندك، عرفت كيف؟ ما تاخذها. بالضبط، يعني تبعد عنهم ما تخلي يأثر عليك. بس الاشياء الايجابيه اللي بتاثر على سير العمل بشكل ايجابي، انت راح تاخذها وتاخذ فيها. طبعا اكيد اكيد، انه حتى يعني صراحه موضوع المواعيد اللي عم تحكي فيه انت عند الاتراك كثير كثير بيحترموا موضوع المواعيد والوقت والالتزام بهالكلام. طيب هذا الشيء، طبعا هذا الشيء للاسف بيأثر احنا بنفقده للعرب، يعني بنفقده كثير بنفقده. بالضبط. هلا هذا الشيء بيأثر إيجابي على عملية الإنتاج بالمنظمات. أوكي، صحيح مثلا المواعيد بيأثر بشكل إيجابي. ليش؟ لأنه أنت عم تستغل وقتك بشكل صحيح، بالضبط، أنت ما عم تضيع وقتك ولا وقت حدا. فبالتالي إيش اللي بصير عندي؟ أنت بتحاول تكتسب هذا السلوك لما أنت تختلط فيهم. صحيح كمان هم ممكن يكتسبوا منك ثقافة أخرى. وقت البريك، إيش الأشياء اللي ممكن أنت تفطر عليها؟ أسلوبك بالعمل إذا كان فعلا مجدي، ممكن هم يتركوا سلوكهم ويتقمصوا الدور بأنهم يطبقوا سلوكك أنت. يعني بالضبط هذا موضوع إنه أجنبي بيشتغل بشركة داخلية أو شركة داخلية بتشتغل بالخارج إلى آخره، راح يصير في عندي هذا الاحتكاك بالسلوكيات. لازم ناخذ الاشياء الايجابيه فيها. هذا انه انا اشتغل، انت تشتغل مع اتراك، هذا عولمه. هذا جزء من العولمه، لانه انت عم تشتغل مع شخص مرجعيته الثقافيه والدينيه والعادات والتقاليد مختلفه تماما عن الموجوده عندك. راح يصير في عندك معرفه اكثر، راح تشوف الأشياء الإيجابية وتأخذها، السلبية راح تتركها. صحيح فإحنا بهمنا إنه يكون في بيننا اتصال ثقافي، مش صراع ثقافي. بالضبط. حدا عنده أي سؤال؟ لا شكرا. طيب، هلا أساليب الإدارة وتعامل المدراء مع الموظفين
بالثقافة من دولة لدولة تختلف. تختلف. عندك دول وثقافات القائد أو المدير بيكون فيها جدا جدا متواضع. عندك دول المدير بكون شايف نفسه فوق الطبقة اللي احنا منها او الموظفين. لما تشتغل تحت مدير اجنبي واللي نعتبر اوروبي، يعني بترجع بتصير بتندم على الايام اللي اشتغلت فيها ببلدك صدقا. لانه ليه؟ لانه الاجنبي هو ما عم يتعامل معك، مثلا اوروبي ما عم يتعامل معك انت كموظف، هو بيتعامل معك كزميل، انتوا الاثنين كل واحد جزء مهم في العمل وبيحترمك كمدرسة علاقات إنسانية وبتعامل فيها وبيطبق معايير المدرسة الكلاسيكية فقط بالعمل، لكن بالتعامل بيطبق مدرسة العلاقات الإنسانية، وهذا الإشي إحنا بنحبه. أو الموظفين بشكل عام بتحب هذا الإشي. طبعا إذا اشتغلت تحت مدير أجنبي راح تبلش تكتسب من عنده هذه الصفات، بالتالي راح يتغير هذا الإشي. طبعا مو مدح، أنا ما بمدح، تحكوا لي تمدح حدا أوروبي أو إشي أو إلى آخره، إحنا بنحكي عن ثقافة عمل. هلا في عنا كمان احنا بالدول العربية عنا مدراء محترمين وعندهم هاي الميزة والى اخره، لكن احنا بنحكي عن بشكل عام بثقافة العمل بصراحة وهم متقدمين عنا كثير اوروبا. أستاذ كتير في فرق كتير، يعني مثال بسيط، من الشهر الماضي كان في عنا ماكينة خربانة، فطلبوا الشقة اللي مشترين عند المكنة الإيطالية، فبعثت لنا موظف من إيطاليا حتى يصلح المكنة، تخيل. إيه فبيهتموا كتير، يعني أنت عم تحكي خدمة ما بعد البيع. طيب هلا بدي احكي لك، هلا هذا العولمه وغيرها، هذا كمان له اثر بانك تعطي مساحه كافيه للموظف بانه يفكر، بانه يوجد حلول، تعطيه الثقه. طبعا هذا جزء، على فكره جزء من السلوك، جزء من سلوك الاداره مع الموظفين. صحيح. وفي مرحله بالشابتر الرابع من هذه الماده، هلا انا راح احكي لكم المثال بس راح اعيده بهذاك الوقت. في شركه من الشركات عندهم، خلينا نحكي، صارت مشكله بآله، اوكي، بجهاز خط انتاج. خط الانتاج هذا بعد التعبئه، اوكي، في تغليف. هلا التغليف هذا عندي صار بعض العبوات ما يكون فيها المنتج، ما تتعبى، فالعبوة تكون فاضية. هاي حقيقة، هاي صارت، المثال هذا صار. فحكوا مع شركات حتى تحل هاي المشكلة، اللي حكى لك بدك تغير خط الإنتاج، واللي حكى لك كذا 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 كذا، أوكي. لما آخر شيء موظف، هذا الموظف اللي بيشتغل على الآلة شو عمل؟ جاب مروحة، أوكي، وشغلها قبل خط التغليف، يعني بعد التعبئة. حط المروحة هذه شو مهمتها؟ المنتج اللي أو العبوة اللي تعبت من المنتج بتمشي، لكن الفارغة من هواء المروحة بتوقع، ما راح تتغلف. حل المشكلة مبدئيا بتكلفة لا تزيد عن 30 $40، علما بأنه الشركات اللي جابوهم عشان يحلوا المشكلة طلبوا عشرات الآلاف من الدولارات حتى يحلوا المشكلة. طبعا
بالمفهوم، المفهوم الثقافي اللي موجود ببيئتنا، أنا ما بعطي الثقة لموظف حتى يشاركني بالحلول. كمدير ما بعطي الثقة لموظف، وهذا الإشي طبعا عم بزيد تكلفة على هذا، وبروح بجيب خبراء وإلى آخره، علما بأنه أكثر حدا ممكن يعرف المشكلة مين هو؟ أدنى موظف اللي هو بيعرف التفاصيل وبيشتغل عليها، بيعرف أكثر مني ومن مديري كمان. فلما يحكي لك هون العمل بقيادة أجانب، وهون مقصود فيها كلمة قيادة مش تحت إدارة، لأنه الإدارة بتختلف عن القيادة. طيب السلوك المختلف في الحضارات حكينا عنه. أوكي التفاوض، التفاوض شركتين موجودين، شركة بدها تستورد تشتري وشركة بدها تصدر. إذا أنا كنت بعرف إيش هم بحاجة بهذه الدولة، وطبعا سهل إني أعرف إيش حاجاتهم ورغباتهم، فأنا قادر إني أقدم لهم الخدمة أو المنتج بجودة عالية جدا وبسعر مناسب، وخلينا نحكي يعني بناسب خلينا نحكي قوتهم الشرائية لهذه الدولة. نحن بنحكي عن شركات متعددة الجنسيات، أو شركة بتشتغل بدولة أخرى، أو شركة أجنبية بتشتغل عندنا بدولتنا. فأنت لما تفهم طبيعة السوق وتركيبة السوق والتفكير وتفكير الموظفين وتفكير كمان المستهلك كيف، أوكي، بتكون قادر على أنك توصل بالتفاوض مع الشركات الأخرى والزبون كمان، أوكي، لنتيجة صحيحة. لأنه بدون ما تعرف تفاصيل ثقافتهم، سلوكهم الشرائي، إيش الأشياء اللي بيحبوها، إيش الأشياء اللي بياكلوها، إيش الأشياء اللي بيستخدموها بالبيوت كمنتجات، أوكي، صعب تقدر إنك تحدد أو تعمل برايسينج، تسعير لمنتجك. ما هو أصلاً الشركات الأجنبية ليش بتشتغل بدولنا؟ بدهم بيعوا. هم ما بيشتغلوا عشان يوظفونا، بدهم بيعوا. إذا أنا كشركة أجنبية ما كنت أعرف سلوكيات هذا الشعب وثقافته الاستهلاكية وثقافته الشرائية وإلى آخره، ما راح أقدر أقدم لهم الشيء المطلوب. ممكن أقدم لهم شيء مثلاً بعالي الجودة لكن كمان سعره غير مناسب لهم. طبعاً مهارات التفاوض صارت عندي مهمة جدا، ما بين الزبون والشركة، ما بين الشركة والموظفين مع بعض، ما بين الشركة والشركة أخرى. وأنت حتى تقدر تفاوض لازم تعرف إيش الأشياء المطلوبة عند الطرف الآخر، يعني إيش الأشياء المهمة عند الطرف الآخر حتى ما تمسها، وهي تكون يعني القيمة اللي أنت بتضعها لمنتج أو لعمل أو لشيء، هي مقابل هذه الأشياء الأساسية الموجودة بالمنتج. طيب فهم اللغة بأنواعها، عشان هيك يطلب منك حاليا أنه مثلا لازم تعرف لغة تركية منيح. وبيجيني حدا مثلا هون من العرب بيحكي لي أنا مش ملاقي شغل بتركيا، كم إلك؟ والله إلي 6 سنوات 7 سنوات بتركيا. بتحكي تركي؟ لا ما بحكي تركي. وكيف بدك تشتغل؟ سؤال، كيف بدك تشتغل؟ إذا أنت 99 أو أكثر 99% من الشركات بتركيا كلها أتراك ولازم تحكي تركي، كيف بدك تشتغل وأنت ما بتعرف لغة؟ عن جد يا اخي، اصلا عادي يشارك. يعني لازم تعرف لغة أهل البلد اللي أنت بتتعامل معهم، اللي أنت بدك تشتغل عندهم لازم صحيح، تعرفها. تعرفوا ليه؟ عشان تقدر تتواصل. لأنه أنت هذه النقطة الرابعة اللي موجودة هون، فهم الاتصال الثقافي، أنت ما راح تقدر توصلها إلا من خلال اللغة.
تعرفوا ليش؟ ايش هي اللغة بالاصل؟ تعرفوا ان اللغة هذا التواصل. هي أداة تواصل منبثقة عن ثقافة الشعب. فشوفوا الكلمات اللي احنا بنحكيها باللغة العربية بالمواقف، أو مثال، احنا بنحكي مثلا مثال، أو بنحكي، خلينا نحكي شو بسموهم، حكم إلى آخره، كلها مرتبطة بثقافتنا. يعني بتركيا مثلا، باللغة التركية، ما بصير تقول مثلا مباشرة، تدخل على موظف حكومي وتحكي له مثلا لو سمحت. لا، لما بدك تناديه، يعني الهانم افندي والبي افندي هو عبارة عن جزء من الثقافة. هاي لغة، هذا راح يسهل عليك الاتصال الثقافي بينك وبينهم، لأنه مباشرة أنت بس تحكي له هذول الكلمتين إلها أو إله بموقف رسمي بمؤسسة رسمية، راح يرد عليك بطريقة محترمة. لكن إذا أنت لفت انتباهه وناديت عليه بطريقة مختلفة عن ثقافته، راح يرد عليك شوي، يعني ما راح يكون بلطف، لأنه بيعتبرها إنه إهانة لثقافته. فحتى تفهم أنت ويكون في بينك وبينه اتصال ثقافي، لازم تفهم اللغة. طيب، آخر شيء فهم نمط اتخاذ القرارات، وهذا خلي لي إياه في، يعني لاحقا راح نحكي عنه بشابتر آخر لأنه طويل شوي. حدا عنده سؤال لهون شباب صبايا؟ لا شكرا، الله يعطيك العافية. لا الله يعطيك العافية أستاذ، بس حابب هيك شاركك مثل ما القصة صارت على سمعي. تفضل. هو شاب صاحبي، تعرف الشباب هم كلهم بتركيا ما عم يلاقوا شغل وإلى آخره، فعم يطلع عم يجرب يطلعوا ألمانيا وإلى آخره، فما عم يمشي حال. الزلمة حاول تقريبا شي 4 5 مرات يطلع على ألمانيا، آخر مرة الحمد لله مشي حال وطلع. الزلمة مهندس ميكانيك، راح طلع قعد المخيم 6 شهور، بعدين طلع يفتش على اساس على شغل والى اخره. فراح على معمل تصنيع مكنات والى اخره، في عنده مكنه معطله، فقالوا له عنده عم الاشاره عم يحكي نوعا ما بالانجليزي شوي وكذا، لسه بيحكي الماني. فالزلمه قال له ايه بجرب صلحها. فقعد نهار كامل عم على المكنه هاي والى اخره، طبعا هن الجماعه مجربين قلبه كثير ما ماشي حال معهم. فصلح المكنه واشتغلت المكنه. صاحب الشغل كتير انصدم فيه، كتير كتير انصدم فيه. فراح قعد معه كذا، قال له شو شروطك حتى تشتغل معنا والى اخره. قال له اول شرط جيب عيلتي انا كعيلتي اللزم، وعيلة اهل امي وعيلة اهل زوجتي. فجاب طلع معه 14 واحد، طلع 14 واحد من سوريا، طلع من لبنان، رجع طلع على المانيا، وتكفلت الشركه كلهم جوازاتهم، وتكفلت فيزا وكذا، وهلا ماشي امور الجنسيه. ما شاء الله. بالمناسبة، ألمانيا من أكثر الدول اللي تجبر الآخرين على احترام ثقافتهم، لأنه ما بي يعني إلا حالات نادرة جدا ما بيقبلوا حدا يعطوه تصريح عمل إلا أو دراسة إلا يكون مكمل اللغة قبل ما يدخل بلدهم. يعني نعم. أنت للفيزا بيطلبوا انك تكمل اللغه، كيف التومر هنا في شيء بالمانيا نفس الشيء مثل التومر، اللغه الالمانيه لازم تخلصها قبل ما تروح تقدم للفيزا. كل شيء بيتو المستوى. بس فمن اكثر صحيح. من اكثر الدول اللي تجبر الاخرين على احترام لغتها وثقافتها. أستاذ عفوا، كمان بالنسبة للاتصال الثقافي، كمان في مثال إنه عن الشركات الأجنبية لما أو العربية لما بدها تفتح فرع تاني إلى بدولة تانية. هلأ نحن كتير منلاحظ بس لنفس الشركة بعدة بلد سعر المنتج عم يختلف،
ولو انه عم نعدله مثلا على العملة العالمية اللي هي الدولار، فمنلاقيها مثلا ببلد معين هالمنتج هاد حقه 1 دولار، ببلد تاني ممكن يكون حقه 10 دولار، مع انه نعم نفس المنتج ونفس التكلفة ونفس كل شيء، ولكن قسم من الدراسة تبعته انه بيبقوا القوة الشرائية للبلد وبيحطوا سعر المنتج بما يتناسب مع القوة الشرائية للبلد. يعني أنا صحيح كثير لاحظت هلأ بتلاقي مثلا في ناس بيجوا على تركيا بيشتروا منتجات معينة من تركيا مع إنه موجودة منها ببلدهم، لكن هون بيلاقوها أرخص لأنه القوة الشرائية في تركيا أقل، وبالمقابل في أشياء هون أغلى من بلدهم. صحيح. طيب هلا التليفونيات انت بتعرفي كيف بتحددي انه ايش الاغلى والارخص؟ كل ما هي هو طبعا حسب التكلفة، هي دراسة كثير عميقة، السعر ما بينحط، ما بنحط صحيح بسعر، صحيح، لكن بس لكن عامل بدي الفت كثير كبير انتباه. مهم منها هي القوة الشرائية في البلد. طيب بدي الفت انتباه كل شغله، كل ما يتعلق بثقافة الدولة بيكون سعره أقل من الأشياء المتعلقة بثقافة الآخرين حتى لو تصنعوا في نفس الدولة. يعني حاليا ما فيش اختلاف ما بين الحلويات التركية والعربية بتركيا، يعني خلينا نحكي بالتحضير، خلينا نحكي او يعني الاشياء الاساسيه بالتحضير، الاثنين بياخذوا من نفس المصادر لكن المنتج مختلف. حلويات تركيه ممكن تلقى ب 200 ليره والحلويات العربيه ممكن تلقاها ب 500 ليره. يعني على أطيب كل ما هو مرتبط بثقافه البلد كل ما كان اقل سعره، حتى لو كان تكلفته لك تكلفة المنتج الأجنبي أغلى أو أقل، حتى لو كانت أقل بكون أغلى. لأنه في فرق كمان إنك توفر هذا المنتج للأجنبي بهاي الدولة في ثمن إنك توفر له ثقافته. عرفتوا؟ يعني في ثمن انك توفر حاجات ورغبات الاجانب في بلدك لها ثمن. يعني تعتبرها كمان خدمة إضافية إلى تكلفة المنتج. يعني تضاف على البرايسنج بوليسي، على سياسة التسعير. أي مظبوط. فشوفوا مثلا المنتجات العربية والتركية، في تركيا بكونوا يعني المواد نفسها وقدرة الأيدي العاملة نفسها، ممكن شكل المنتج مختلف. طب ليش المنتج العربي أغلى؟ هذا بينضاف بالبرايسنج بوليسي، بسياسة التسعير. بس حتى هون بتركيا يعني بتروح على الاسيو كيك، يعني رحت على كونيا ورحت على الاسيو كيك بنفس الشهر، يعني تقريبا فرق بين اسبوع، نفس اللي كنت شفتها بمول اوف اسطنبول حقها 200 ليرة، هناك كان حقها 150 125 تقريبا، فالفرق القدرة الشرائية كمان بتلعب دور كتير كبير. ما هو انت لمين بتبيع؟ يعني مول في اسطنبول انت لمين بتبيع؟ بيقولوا اجانب بالضبط، السياح اجانب السياح، خلينا نحكي المعظم. طبعا. عرفت كيف؟ هلا يمكن كمان يكون اجار المحل اغلى بكثير من هناك، واجار الموظف هناك عم يعطوه مثلا ما عسكري ما وجوه هون ما بيعطوه. ما ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة. يعني السويقيكي لما يحطوا سعر أي منتج عندهم، أي قطاع عندهم، ما راح يحسبوا لك إيجار وين، الإيجار وين بأي مكان، راح يحسبوا متوسط، بالضبط. متوسط تكلفة. لكن هو موجه أنت لمين بتبيع. صحيح.
عشان مثل هيك. مثل المواد السوفونيرز اللي مسميها سوفونير، او يعني بيبيعوها بالنقاط السياحية المهمة، بتلاقيه سعرها غالي لأنه موجهة للسياح. أما مثلا تروح تنزل على السوق تلاقيها سعرها ممكن أقل، نص القيمة. بس بدي اعطيك سبحان الله الفرق بين السياسه التركيه والسياسه العربيه. نحن كشعب عربي اي منتج بيطرح جديد بالسوق او بيصنعه جديد بالسوق بيقول لك هذا اول نزلت له لقطه، يعني لازم اجني انا اول ارباح منه اول ما ينزل، طبعا بيكون مثلا جديد الى اخره. سياسه الاتراك لا بعكسهم، انا شيء شفته يعني عندنا بالشركه، سياسه الاتراك عكس تماما، اول منتج بينزله على السوق وما في حدا مثله بينزله 6 شهور بيخسر فيه، 6 شهور بياخذ خساره. ليش؟ عشان بيقول لك اي شخص بيحب يقلدني بيعمل حسابات وكذا، ايش ما بتربح معي ما بيشتغل فيها خلاص بلاها، بالضبط. عرفت طبعا كيف؟ هذا، طبعا هذا هذا انت حكينا بسياسه التسعير، هذه حكينا لما اخذنا البرايسنج بوليسي الاول اللي هي بوليسي سياسات التسعير، حكينا انه في طريقه انت بتنزل السعر كثير عشان تشتري، انت هيك عم تشتري ايش؟ ماركت شير، حصه سوقيه، عم تشتري زباين الك. ايه بالضبط. وبنقدر نقيمة من تكلفة التسويق كمان مثل ما حضرتك طبعا ذكرت لهم. طبعا طبعا 100%. طيب الشباب، شباب صبايا، هاي النظريات، انا بس دخلت هون على العولمه، إن تمام؟ شاء الله. نظريات، نظريه العلوم السلوكيه والنظريه الموقفيه، هاي يعني انا بفضل انكم تقراوها قراءه لوحدها. هلا فعليا هلا راح نبلش هون بموضوع الاتجاهات الحديثه، يعني مو المدارس القديمه، هاي الاتجاهات الحديثه. اوكي، بدي اطلب منكم شغله. عندي 1 2 3 4 5. اوكي، ليلى كيفك؟ صباح الخير. صباح النور أستاذ. بس بدي اوقف التسجيل بس عشان ما ينزل بالتسجيل على اليوتيوب.